السلام عليكم ورحمة الله اليوم كتبت نموذج اسئلة اللغة الانجليزية للصف الخامس الابتدائي اسئلة امتحان نهاية السنة كتبت لكم خمس اسئلة مالت الكتاب كله أه طبعا حسب طلبكم طلبتوه من عندي وسويت لكم الاسئلة أه منزلة عدة نماذج أه طبعا هي والحل أه روحوا على قوائم التشغيل وشوفوهم لكن هذه لين طلبتوا من عندي سويت لكم اسئله جديده هنا ما جبت لكم القطعه اللي من ضمن الكتاب هذه يس اور نو ما جبت لكم اياه فالقطعه شوي خلينا نحكي على بخصوص القطعه القطعه اذا جتي يعني قطعه أه ما تعرف تقرأ أو ما تعرف الترجم أه حاول تلقى يعني تدور على النقطة الأولى هي مو يطيق خمسة أو ستة لا ستة يعطيك ست نقاط حاول طابق النقطة الأولى وهي القطعة هعيني حاول طابقها شوف إذا كلمة غريبة اكتبنا وكلمة إذا موجود السطر كله اكتب يس يلا حياتي يقول لك ديمة هاي اختر ما بين الأقواس ديمة from Iraq نخلي از لو آر ديمة هي مفرد ديمة هي مفرد ما بيها إس، ولا يعني مثلا جمع مثلا ديمة آند علي هيجي، فما دام بحدها ديمة أختار شنو؟ أختار إز، أختار إز، تمام؟ لو قال لك مثلا ديمة آند علي نختار آر، إذا ديمة بحدها مفرد أختار إز، الثانية يقول لك مستر هادي، مستر هادي يعني هو مفرد. فالمفرد هذه برزن سمبل المضارع البسيط، المفرد الهي والشي والات ياخذ اس والآي والذي والوي واليو ياخذ اه شو يسموها؟ اه فعل مجرد خالي من اي اضافه، الآي والذي والوي واليو ياخذ فعل مجرد خالي من اي اضافه، والهي والشي والات ياخذ اه اس، فما دام عندي مستر هادي Uh, at 6:30 نختار أم الأس gets up هاي دائما uh, يكررون هذه النقطة دائما شفت بالأسئلة اللي uh, مات العام وهسة هاي النقطة دائما يجيبوها gets up ماما مستر هادي gets up تجون على هذه يقول لك are you from I'm I'm uh, um, uh, I'm from Iraq شنقول What are you from? Where are you from? احتيادي Where are you from? Where are you from? He goes to school Sunday. عندك الساندي <سؤال> اللي شو يسموها الأسابيع. On لا آت لا للساعات لكن ال on للأسابيع نستخدم لها on. إذا كانت هنا ساعة كان استخدم لها آت. انتبهوا. Uh, يقول لك از از بيتر فروم تركي نو شو نقول نو هي از لو هي ازنت لا هي ما دام عندي جمله منفيه اختار ازنت نو هي ازنت لو كان هنا جمله يعني لو كان هنا يس yes, كان اختاريت هي از لكن اذا نو هي ازنت منفيه اي نقول اي نقول اي دو لو جو دو لو نختار جو لان swimming نختار لها جو دائما نختارها نختار لها جو جو سويمينج زين هسه كملنا الجرامر القواعد نجي على هذني الاسقاطات فنقول لي شوف كاري كاري يعني هاي البهارات الحارة كاري بالهند لايون الأسد باندل باندي آي هذه عاصمة مو عاصمة الرمز العلم اللبناني بيروت بيروت أرابيك شوفوا I is dangerous من الخطر طبعا اللايون أختار لايون راح أخلي هنا شوفوا هذه أول وحدة أختارها هي جي. أحسن هنا ما يدي يكفي is from India الهند إيش منو الهند مشتهر بمن كاري هاي اثنين شوفوا ذا uh, لندن London is a big رمزها I هنا ثلاثة شوفوا حياتي اي از ليزي من هي الكسوله الباندا أربعة ليزي شوف حبيبي هنا اذا ليزي نختار باندا انتبه ان عمان بيوبل سبيك العمان يتكلمون من هما سبيك Arabic هذه العمان نختار لها يا صفحه يا رقم خمسة تجون على الستة ذا كابيتال اوف لبنان بيروت عاصمه لبنان هي بيروت شوفوا شلون واضحة تمام واضحة يلا هسه نروح على اليمن وتوصيل ماتش خلينا نختار اللون الأحمر توصيل ماتش يقول لك what is your name what is your name شو نقول باعوا على النيم ما تعرف تقرأ أنت طابق النيم وين نايم؟ هذا باع شوفه 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 حبيبي شوف طالب خامس ابتدائي ما تعرف تقرأ يقول لك شوف أبا عليها نيم هذا نيم رأسين قولها سي قولها سي أول وحدة سي نيم طابقتها ويا شوف هذا نيم وهذا نيم تمام زين a dog is a dog is friendly نختار إيه إيه زين where are you from باو عليها where are you from I'm from Iraq هذا فروم وهذا from نختار بي Does she clean house? Does يعني أسأل إذا does أو are رأسا yes or no she باو عليها هنا عندك yes بس عندك yes she نقول yes she does من does yes she does باو قارن هاي does و does yes she does إذن إي What time is it هذا الوقت احفظها بس مرة خصتك احفظ لي هذا الوقت ما نريدك تحفظ هواية بس time وقت انت بس شوف قول it's 6 o'clock F زين السادسة أي يقول لك what is the capital of England شو لندن هذه لندن هذه فهذه لندن عاصمة إنجلترا هي لندن تجون على هذه الكلمات الناقصة هذه جابان لازم تحفظها جابان شوفوا هسه تقولون شلون اعرفها هي تجيب لكم صور فلاني ما كفه ما كفه هنا فما جبت صور ما تكفي الورقة فانتو جيب لكم صور فهذه جبان هذه فتبول جبان فتبول فتبول تمام فتبول هذه كوك يعني ترسم لك يعني فد وحدة بنية تطبخ كوك ها عيني وفوليبول فوليبول، كرة الطائرة فيليبال تمام هذه التنقيط التنقيط الخط علي أنت أحمد أول حرف كابيتال علي علي أنت أحمد شوف الأحمد كابيتال مو بس مو كلها حبيبي مو كلها حرف ال أول حرف هذه الجو تنزل نفس ما هي تو تنزل نفس ما هي بارك تنزل نفس ما هي أو every Friday every تلزم نفس ما هي وفرايدي لا الأسابيع أول حرف وخلي نقطة لأن هي ما بادية بسؤال قال لك علي أند أحمد go بارك park every ويخلص الدرس مالتنا وإن شاء الله التوفيق